صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للحاج إذا أراد السفر من منى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للحاج إذا أراد السفر من منى في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر أو في اليوم الثالث عشر أن يجمع بين الظهر والعصر؟ نعم، لا مانع الجمع جائز، حيث جاز القصر يجوز الجمع، لكن إذا كان مقيما في منى 3 أيام فيقصر بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جمع فلا بأس، لكن خلاف الأولى. نعم.